هنبدأ مع بعض حلقة جديدة وبرنامجنا اللجنة. لجنتنا زي ما انتوا عارفين بتكون عبارة عن امتحان، لجنة امتحان. بطلنا النهاردة أو بطل امتحاننا النهاردة مطرب شعبي غير شكل الغنى، سواء في الأفراح، مش بس في الأفراح، في الحفلات، في كل حاجة. ده كمان اسمه قدر يكتب باسمه في السينما الرقم القياسي فأكتر إيراد يومي عن فيلم شارع الهرم. سعد الصغير، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة ومنورنا، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. الله أكرم. سعد، أنا بتكلم عن الامتحانات، عندك طقوس للامتحانات؟ انا كنت فاشل في المدرسه بالاخر والله العظيم فاشل بجد، والله العظيم كنت الاول يعني لما كان عندي امتحان سنه 6 ذكي جدا، اروح اجيب رقم الجاروس مين اللي جنبي واخد روح الفراش يجيب لي عنوان واروح رايح له بقى. لا ابويا يطردني والله العظيم ثلاث، ابويا دخل هتلاقيني في الاملاء ضعيف جدا جدا والله العظيم ثلاث، واروح رايح له والنبي بكفايه ابويا يطردني ومش عارف ايه، وانا ومتجوز واحده غير امي وحاجات كده. ده انت بتمثل وانت صغير والله العظيم بجد. من سنه 6 بقى خدي بقى الغد بلوم صنايع. يا نهار ابيض والله العظيم وانا غشاش وفاشل وكل حاجه. عمرك ما بتفتكر المره ذاكرت؟ ابدا ابدا، عمري في حياتي ما ذاكرت، فتحت كتاب في حياتي. ايه ده؟ طب ليه؟ مش عارف. هي بصي طول السنه لعب وحاجات كده بقى، كنت شقي جدا اصلا، كنت شغال في الافراح وانا من صغري. فكنت بقى عارف اخر السنه اعمل ايه يعني، عارفه هو لو انا كنت سقيت سنه كنت بتهيألي اتضربت لكن مش بسقط، فانا عارف اخر السنه هعمل ايه، هروح للفراش واجيب عنوان اللي جنبي وخلاص وهعرف ايه. وبعدين ايه، انا بجيب اللي جنبي واللي جنبي واسال الصبح مين اشطر واحد عندنا في اللجنه كمان عشان هو ده الموضوع تأمن. كله واروح مقرح له بقى. عارفه الصعبانيه، وامي هتطلق ومش عارف ايه. يا ساتر يا رب. ما انا لازم اخش له ان انا امي متجوزه واحده تانية، ولا لو سعد امي متجوزه واحده تانية، ابويا قصدي متجوزه واحده تانية، ابويا متجوزه واحده تانية، ولو انا سقطت هطلق امي وبتاع وترضيك ومش عارف ايه. فوحات ابوك قبل ما تبتدي انت بس ايه قول لي. طبعا جه دلوقتي طبعا الواد يعيط عليك. فاضل بقى فخلاص ده خلاص، فاضل مين بقى؟ بتاع اللجنه بقى. المس او اللي واقفين على اللجنه. نفس الفيلم برده، نفس الفيلم لو مسكني بقى انا عايز اقول لك حكايتي وبتاع حاجات كده. فمن صغره انا فاشل. طب لا اكيد عندك مواقف بقى كتير حصلت في لجان الامتحانات، احكي لي عن موقف. مفيش، هو موقف يعني بتاع الرياضه دوت وعايز اقول لك ربنا مساها بالخير، ابله اسمها فيفيان وعندنا حد اسمه سامح حفظه. بصي مش فارقه معايا، يسقط ما يسقطش مش مشكله. وهي قالت له بس ولا بص قدامك. هو قال لها ولا وتحاول ولا مين يا مش عارف ايه بلب مش ما غلطش ولا مين تفكر نفسك ايه حاجات كده. بس طب والله ما حد هيغش واحنا لسه يا دوبك بنقول يا هادي. وقفت اللجنه عليه بقى إيه؟ ان اللجنه كلها بتحيل عليها ولا يوم كده اللجنة. قالت بس سامح اوف يجي يعتذر لي. يعتذر ولا لو تنطط مين بقى؟ سامح ده مش عايز يعتذر بقى والله العظيم. وفاضل ربع ساعه ورحت انا داخل لسامح اوف ده بقى ابوس ايديك ومش عارف اللهم والله العظيم كان اسمنا كتبت الاعدام. يا ساتر. والله لو عشان خاطر بس عم كتبت الاعدام وحبيبي انا لا اسف. يروح انا ماسكين في اخر ربع ساعه بتقلب. كنت سقطت في الامتحان ده مش عايز اقول لك حياتي خلاص. بس كنا بلوم صنايع، كنا ثالثه اعدادي. برضو شهيد كان ثالثه اعدادي. ما انا كل ما بقى يعني كل غشاتي ثالثه اعدادي، ما كانش في بقى ولا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، لغايه سنه 5 ما فيش اي حاجه. وسنه 6 دي كانت برضو يعني مش قوي يعني. طب انا لقينا من امتحانك النهارده احنا امتحانك. لا ما امتحان بقى امتحان الصراحه، هتلاقيني صريح في الغش هتلاقيني فاشل جدا. طب جاهز امتحان يعني؟ جاهز كل جاهز تحت امرك. هنروح لفصل وهنرجع نبتدي امتحان سعد الصغير. رجعنا وهنبدأ حالا امتحاننا وامتحان سعد الصغير. جاهز قلت لي؟ جاهز تكل. ده علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. أحمد شيبة المطرب الشعبي رقم واحد في مصر الآن. هو اللي قالان شيبة؟ صح ولا لا؟ هو رقم واحد في المطرب الشعبي في مصر؟ هو طبعا رقم واحد دلوقتي حاليا شيبة بدون اي حاجه. احمد شيبه رقم واحد وسعد وسال هو في ما هو كل واحد. انا مش ضد، انا ضد ان واحد يقول رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة طالما انا شغاله على الساحه خلاص. بس انت بتساليني رقم واحد، هو فعلا شيبه بلعب تظاهره وبطيبته وجدعنته هو رقم واحد وبالشهاده اللي هو خدها والناس كلها يعني جاب ارقام على اليوتيوب. فاحمد شيبه بقول له الف مبروك، هو فعلا رقم واحد حاليا دلوقتي. والليسي رقم كام؟ هعتبر الليسي يعتبر دلوقتي رقم اثنين. وسعد انت لو حسبتيها على حسابيها بالظبط بقى تعالوا عباس حموده. انا هتكلم بالصوت. عباس حموده رقم واحد. طارق الشيخ رقم اثنين. الليسي رقم ثلاثه. شيبه رقم اربعه. ماليش دعوه بحكيم.
ناقص مين تاني؟ ابو الستات. انا مش دعوه، انا بتكلم عن الشمال، مش دعوه بالستات خالص. انا اكلمك عن مطول الشعبيين. انا حطينا رقم الستات الشعبي امينه وبوسي رقم خامس. هقول امينه الاول وبعد كده بوسي، ودول 50. هنحط حكيم، حكيم مش معانا، خليه في الطبق في مع الناس اللي هم الاي كلاس شويه كده. انا قلت لك بالترتيب بالظبط كده: عبد الباسط حمود، عبد الباسط، عبد الباسط حمود، طارق الشيخ، الليسي، شيبا، سعد الصغير، 5-1 منتوضع لله. نعم لا، انت بتتكلمي على مطربين، انا راجل باكل عيش، وانا بمعنى صح زي بقوله كده ايه، انا مش مطرب، انا راجل مؤدي، باخد اغنيه وباديها للناس، هم ممكن يلعبوا بيها بقى، ممكن يلعب يقول مقام ده ومقام ده وحاجات كده. هنروح للسؤال اللي بعده: لو رجع بيك الزمن لورا مش هتعمل أغنية بحبك يا حمار؟ لا، ده أنا عاملها 50 مرة، لأن هي سياق في فيلم، يعني عارفة سياق فيلم. احنا بندعب الحمار، بنقول فكينا ومش عارف ايه، وانا غني له بحبك حمار، سياق فيلم. انت انا عايز بس حد غض دلوقتي، فضل ربنا عندي 42 سنة فهماني، عشان بغمز لي كده 55، يجيب لي انا غنيت الاغنيه دي في فرح، غنيتها في حفله، لا مش هغن، ما حصلش، ده سياق في فيلم، فما حدش كلم. هم انت عارفه، بصي اللي مش تقيله تريقه يقول لك ايه يا عم بتاع الحمار، بتاع يا عم بتاع الحمار دي، فاهم؟ لكن انا هغنيها مره واتنين في سياق فيلم، مفيش مشكله، زي استاذ محمود شكوكو رحمه الله عليه واسماعيل ياسين، كل دول غنوا الحمير والله، شيء احمار يا حماري. صوفي نار سبب شهره محمود الليسي، صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا. بما تفسر موافقتك على لعب دور تاني في فيلم عيال حريفه؟ فسر. اعتبريها كده مجامله لعم احمد سوكي. اشتعال ازمتك مع شمس مؤخرا؟ حد عبيط وربنا خلاص كرمني وفقت وبعتذر لجمهوري. هنروح لاكمل العبارات التاليه: وافقت على الاشتراك في بطوله مسلسل الكيف بسبب نقط استاذ النقلي، واتنزلت على الاجر كبير جدا جدا استاذ محمود النقلي، مش عشان اي حد خالص، ما كنتش اعرف اصلا مين اللي معايا في المسلسل، بس هو عشان هو راجل يعني زي بقول كده جميل وحبيب، فانا يعني بيتهيألي ما خدش فلوس. اقول لام ولادي او اقول لام ولادي نقط. انت حياتي وروحي، اذا كنت انا غلطت في حقك وبالذات في موضوع شمس دوت، فانا بعتذر لك قدام الناس كلها وببص لك رجلك، وانت عارف انا كنت مغيب، وانت اكتر واحده كنت حاسه بكده. برنامج نقط هو أنجح تجاربي في مجال تقديم البرامج. المولد. اختار الإجابة الصحيحة ما بين الأقواس: المطربة الشعبية الأنجح خلال الفترة الأخيرة بوسي، أمينة، هدى. الفترة الأخيرة أنا بالأعمال، بس بالأعمال، ما احنا بنتكلم في الأخير، في الأعمال هتبقى بوسي، عشان أمينة برضو عشان دي حقها، هي كانت حامل حمل بس الحاجات دي، بس وبرضو بنبارك لها، أقول لها كل سنة طيبة وألف مبروك، وكابتن علاء شابالو كل سنة طيبين. هنروح لو الزمالك عرض على ابنك محمود الانضمام لصفوفه، هوافق طبعا، هرفض خوف من غضب الأهلوية، هعلن عدم مسؤوليتي عن الصفقة دي؟ هعدم مسؤوليتي، ماليش دعوة بمحمود ده، بره منه. ما عرفوش مش ابني أصلا، ما عرفوش. طبعا محمود كان بيلعب في الأهلي صح؟ وراح بتروجيت. وراح بتروجيت، واتنقل من الأهلي راح بتروجيت. هدف أسعى لتحقيقه الفترة اللي جاية: الترشيح لانتخابات البرلمان عن دايرة شبرا، تقديم ديو غنائي مع حكيم، أفتح شركة إنتاج كاسيت. لا، هو أنا نفسي أقدم برنامج خير، هو ده اللي بسعاله، ربنا رب يكرمني، وإن شاء الله في برنامج حتى نكابل صاحب حميد العيش فيه. هعمل برنامج خير، بس مش هعمل دويتو ولا وبعدين أنا طبعا حكيم ده حد عالمي طبعا. أنا ما أعمل دويتو، أعمله مع واحدة هيبقى احلى، يعني هيبقى شاكيرا مثلا، حد كده بيتكلموا انجليزي كتير دول. طب هتفهمها؟ نعم هتفهمها. ايه ده، انا انت لا انا عشان ده انا لغات، انا شفت لي غش وبتاع كده، ده انت سجلت الحاجات بتاع الغش اللي قلت لك دي؟ ده الملايين، فرنساوي، ايطالي، تلياني، اي حاجه اسباني، مدام تلياني يبقى زي الفل، كل الحاجات دي حضرتك تحت امرك. بجد انت انسان جميل جدا، وكل سنه وانت طيب، وامتحاننا انت رديت عليه بمنتهى التلقائيه، فيش ولا سؤال قلت لي شيليه، فبجد انا بشكرك. ده اللي بشكرك، معلش انا بتعزق بقى، يعني يا جماعه انتوا ما تعرفوش ان انا يعني بعتذرلك جدا، لان حوالي 3 مواعيد وانا بنختلف مع بعضينا، بس انا عوضتها طبعا، شايفين السحور عامل ازاي طبعا، يعني مش عايز اقول لكم، يعني السحور متكلف 2 جنيه يعني انا يا جماعه جبت لهم فول، اول ما جم قالوا لي فول يا عم انت بتاع، فجبت لهم الكافيه اللي جنبنا بقى، مش عايز اقول لكم خيرات الله وحاجات كده يعني. على فكره احنا متصورين دلوقتي، في الصور هتنزل، ما انت بتنزل حضرتك، مفيش اي حاجه. بالامانه ما جبتكمش حاجه؟ طب احلفي احلفي ما جبتكمش حاجه، جيب لنا حاجه ساعه الحقيقه. كده يا جماعه احنا قبل الفطور، فما تجوعش الناس. انا بشكرك وكل سنه وانت طيب، وضيف عزيز شرفتني ونورتني على الراديو 90 90. كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه طيبه.
كده خلصت حلقتنا النهاردة، وفعلا بشكركم لاستماعكم لينا، ويارب دايما نكون ضيوف خفاف عليكم. كنت معاكم غدير حسين واللجنة. سلام.